العمل ديالنا ارتئينا ان نعملوا واحد المساله اللي هي ليدوكاسيون بار لو سبور، لان بزاف ديال الحوايج اللي ممكن تمررها الطفل ممكن تمررها ليه عبر مجموعه ديال الانشطه، ولكن بار لو سبور هي اساسيه. علاش؟ لان بزاف ديال الاطفال تيحبوا الكره وتيحبوا لو سبور. الكره هي اساسيه بالنسبه لهاد الاطفال. اولا حنا تنعرفوا ان الاطفال في وضعيه صعبه، وهما كبروا في اسر اللي للاسف الشديد ما علمتهمش بزاف ديال الحوايج، ما عطاتهمش قيم اجتماعيه، ما عطاتهمش قيم انسانيه، ما عطاتهمش قيم ثقافيه، ما علمتهمش الحدود، ما علمتهمش احترام الغير، ما علمتهمش الاحترام ديال الذات الى اخره. اللي بدينا كنشتغلوا في الشارع، اول نشاط اللي بدينا به باش نستقطبوا الاطفال وباش نجمعوهم كانت هي كره القدم. فوتبول هو كل شيء، سكو جابيل لامورس دو نو زاكتيفيتي. الاطفال كلهم تيحبوها، اذا كانت هو واحد النقطه ديال الاستقطاب. راه كاين دراري اللي عندهم حنا مشاكل نفسيه وسميتو، الوغ بالكره كاين واحد اون ثيرابي اللي نقدر نسميها تدوز بها سميتو، وكاينه لا بسيكوموتريسيتي. عندها طابع نفسي واجتماعي، وعندها طابع بيداغوجي وتربوي، وعندها كذلك طابع ترفيهي. كاين ديسيبلين، كاين لي غيغل، كاين الاحترام ديال الاخر، كاين لو بارتاج. الكره مع عمر قليل فين كتلقى واحد كيلعب بوحدو، ديما ان بتي جروب، الا ما وصلش ان ماتش ديال اكستيريو 11 بوز. فاش بدينا ما كانش عندنا تيران، كنا كنلعبو في البحر، وكنا دائما خصنا كرة، دائما الكرة مشات، كرة تفرقعات، كرة هادي. كرة ما كايناش، كلشي واقف، كرة تفشات، لاعبين ولاعبين بغضب، بين تريستاس اللي بغيت تقول، إلا عطيتو كرة مقطعة بحال كنستهزأ به. ولا كنقول انا راه حنا ماشي في مستوى. اول حاجه خصني نوفرها هي كره عاديه مقفله متوفره فيها الشروط ديال اللعب. هذه الكره وان وورد فوتبول اكتشفت فيها بان غادي نتجنبوا واحد الفريستراسيون اللي كانوا تعيشها الدراري، يعني غادي نضمن لا كونتينيتي ديال ليبانويسمون دي جون، يعني ديك الفرحه غتكون مستمره ومداومه.